زي ما احنا متعودين دايما دايما الكيمياء العضويه كده، يعني لازم بتترتب على بعض، المعلومات مترتبه على بعض، ما ينفعش ان انا اذاكر جزء واكون الجزء اللي قبله ما قريتوش، ربما يكون في نقاط لازم اكون فاهمها. فالجزء دوت اسمه تايبس اوف ايزومريزم، احنا كنا شفنا كلام عنها في السايكلو الكين اللي فاتت، في المحاضره اللي فاتت، وعرفنا ان السايكلو الكين كان في حاجه اسمها جيومتريك ايزومرز اللي هي ايه، سيز وترانس لو انتوا فاكرين. فالنهارده هنعرف يعني ايه. سامعني؟ سامعني؟ اه طيب، يعني ايه تايبس اوف ايزومريزم، يعني ايه انواع الايزومريزم. المحاضره النهارده كلها هتتكلم على الايزومريزم. الايزومريزم ايزومر يعني ايزو يعني سيميلر، يعني بيقطعوها كده، يعني بيفصلوا الكلمة كده بيقسموها، ايزو يعني سيميلر يعني متشابه، ومر اللي هو الجزيء. فكأني لما اقول ايزومرز يبقى اقول جزيئات متشابهة، جزيئات متشابهة. ايه انواع الايزومرزم؟ كنا احنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت. سريعا بقى نقول في أنواع من الأيزومريزم، ممكن جزيئين يكونوا متشابهين في عدد الذرات وفي نوع الذرات، يعني مكونين من كربون وأكسجين وهيدروجين، ها الجزيئين ليهم نفس النوع من الذرات وليهم نفس الأعداد كمان، ولكن الترتيب مختلف، ترتيب مختلف. فالترتيب ده بينشأ عنه اختلاف، الاختلاف ده بيكون في إيه؟ أول نوع عندنا حاجة بيسموها فانكشنال جروب ايزومريزم، ولو حبينا نقول معناها بـ 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 بالعربي كده وبوضوح هقول هو تشابه الجزيئات، ها الذي ايه والاختلاف بينهم هو الفانكشنال جروب. فمحدش يترجمها على جوجل ترانسليت، جوجل ترانسليت هيطلع لي الترجمة غلط خالص، ممكن افهم منه حاجة غلط خالص. هو ايزومريزم يعني تشابه ونقطة الخلاف في الفانكشنال جروب. فبالتالي احنا رسمين لكم هم جزيئين، الجزيئين دول لو بصيتوا هتلاقوا نفس عدد الذرات ونفس نوع الذرات C2H6O، ممكن نرتبه بطريقة يبقى الO في الطرف فتبقى OH فيبقى من عيلة الكحولات، وممكن الاو تيجي في نص السلسلة وساعتها الاو لما تيجي ما بين كربونتين يبقى عيلة الايثارات. فعيلة الكحولات وعيلة الايثارات تعتبر ايزومرز، يعني ممكن تلاقي جزيئين واحد من الكحول والتاني من الايثر فيهم نفس النوع ونفس عدد الذرات، ولكن ده كحول وده ايثر، الاختلاف في الفانكشنال جروب، يبقى النوع ده اسمه فانكشنال جروب ايزومريزم. فهو يعني تشابه ولكن الخلاف في الفانكشنال جروب، المجموعه الوظيفيه، المجموعه اللي احنا بنعرف بيها العيله. لو المركب عدد الكربون فيه اكتر شويه ممكن يطلع ايزومرز كتير، وهي دي لعبه الكيمياء العضويه. الكيمياء العضويه فيها ايزومرز يا دكتور، فيها مركبات متشابهه كتير، فيها تنظيم كتير. ممكن عشان كده الناس ساعات كانت بتستغرب ازاي 118 عنصر في الجدول الدوري يعملوا كل العناصر اللي في الكون، هم 118 عددهم محدود، طب ازاي عملوا الفرايتس دي كلها، ازاي عملوا الانواع المختلفة دي كلها؟ يبقى اكيد احتمالات بقى زي ما بيقولوا، يعني كأنه نوعية الذرات واعدادها هو ده اللي بيفرق مادة عن الاخرى. فلو تشابه الجزيئات وكان الخلاف او الاختلاف ما بينهم هو الفانكشنال جروب سموه فانكشنال جروب ايزومريزم. فالكحول والايثر نفهم من كده ان هم نوع الاولاني اللي هو فانكشنال جروب ايزومريزم. في نوع تاني سهل قوي واضح قوي وبيبان من التسميه، بيبان لما اجي اسمي المركب. في عندنا انواع من المركب، أنواع من المركبات لما نيجي نسميها نلاقي الاختلاف هو رقم فقط، هو رقم،
يعني حاجة سمي المركب الأولاني أطول سلسلة هي 3 كربون بروبان، وجات الكلور في رقم واحد، فواحد كلور بروبان. طب ما المركب اللي تحت برضو هو بروبان وطالع له كلور، بس الفرق ما بين الاتنين المكان، والمكان في التسمية يعني رقم، المكان في التسمية هيبان رقم، بدل ما اقول واحد كلور وبروبان هقول اتنين كلور وبروبان، فالفرق هو الرقم اللي اتغير، المكان اتغير، الرقم اتغير، فلما يبقى الخلاف هو المكان يسموه بوزيشن ايزومريزم او بوزيشنال ايزومريزم، وهو يعني تشابه بين الجزيئات ولكن الاختلاف في المكان. الصوت مسموع؟ يبقى هو عبارة عن تشابه بين الجزيئات ولكن الخلاف في المكان. هنا عندي في مركبات بيسموها فينولز، يعني حلقة البنزين مع او اتش اسمها فينول، بس زايد عليها بروم. فين مكان البروم؟ لازم تحدد يا دكتور. ليه؟ هو في اماكن ممكن البروم تيجي في كربونة رقم 2، ممكن البروم تيجي في كربونة رقم 3، ممكن البروم تيجي في كربونة رقم 4، اللي هي بالتسميات التجارية او الكومن نيم، بدل رقم 2 يقولوا اورثو، بدل رقم 3 يقولوا ميتا، بدل رقم 4 يقولوا بارا. يعني يا دكتور المركب الاولاني اللي فوق دوت هو اورثو برومو فينول، ايوه، ولو عايزه تسميه علميه يبقى 2 برومو فينول. مين فينول ده اساسا يا دكتور؟ حلقه البنزين مع او اتش اسمه فينول، حلقة البنزين مع او اتش اسمه فينول، فلو حطينا البروم في رقم 2 يبقى 2 برومو فينول بالتسمية العلمية، او اورثو برومو فينول بالتسمية التجارية، التجارية والكومن نيم، بدل ما يحطوا ارقام بيحطوا زي رموز كده، ساعات بدل اورثو يكتبوا او بس، يعني يحطوا حرف الاو كده قبل الاسم، يعني اورثو برومو فينول، ممكن يحطوا الام بس يبقى ميتا برومو فينول، ممكن يحطوا حرف البي يبقى بارا برومو فينول. اقراها كده، انا اقراها كده بس، ابقى فاهم ان اورثو ده يعني رقم 2، ميتا رقم 3، بارا رقم 4، فهي دي الخلاف في المكان، يبقى ده برضو بوزيشن ايزومرزم. النوع التالت انتوا خدتوه زمان وجا في الامتحان وجا في الهوم وورك الاول، جا في الميد الاول، هو عبارة عن حاجة بيسموها تشين ايزومريزم. فاكرين السلسلة في النورمال والايزو والنيو؟ وكانت دي سؤال، وكان سؤال سهل، ايه الفرق ما بين النورمال والايزو والنيو؟ لو كان اوكتان، لو كان هيكسان، لو كان هيبتان، زي ما يكون عدد الكربون، طريقة الترتيب بشكل السلسلة يا دكتور هو اللي هيختلف، شكل السلسلة هو اللي هيختلف. فالتشين ايزومريزم بتختلف في التشين، في الشيب اوف تشين، يعني شكل السلسلة. ففي نورمال، في ايزو اللي هو فرع سي اتش 3 ميثايل على الكربونة التانية يبقى ايزو، لو فرعين ميثايل على الكربونة التانية يبقى نيو، فالاختلاف هو اختلاف شكل السلسلة فقط. يبقى نورمال وايزو نيو شكل السلسله هو المختلف، فالنوع ده بيسموه تشين ايزومريزم، اي تشابه الجزيئات ولكن الاختلاف في السلسله. كلام جميل. اخر حاجه ختمنا بيها المره اللي فاتت اللي هو دايناميك ايزومريزم، وباينه من كلمه دايناميك يعني حركه، يعني في حركه بتحصل، يعني كأن جزيئين نتيجة الحركة بيتغيروا، هما جزيئين في ليهم نفس عدد الذرات يا دكتور ونفس نوع الذرات، كل حاجة زي بعض، ولكن الحركة حركة مين؟ حركة الأتومز والبونز، حركة روابط وذرات نتج عنها شكل مختلف، شكل مختلف، إنما الجزيء نفس عدد الذرات هو هو، ونفس نوعية الذرات هي هي. أشهر مثال للعبة دي هو إزاي الكيتون اللي اسمه كيتو فورم، كلمة كيتو دي يعني شبه الكيتون يعني، والكيتون
هناخدها قدام شوية، بس الكيتون هي مجموعة سيدة بالبندق او. طيب تمام يا معلم، مجموعة سيدة بالبندق او، مجموعة دي لو حد فاكر اسمها، احنا كنا اسمها ايه عندنا في الكيمياء؟ اسمها كاربونايل جروب، اسمها كاربونايل جروب. ولما تبقى السي اللي عاملة رابطة ثنائية مع الاو اللي اسمها كاربونايل ما بين كربونتين، يبقى ده الكيتون، فيسموا الشكل ده كيتو فورم، شكل الكيتو. كيتو دي يعني من كيتون يعني. فايه اللي حصل في الكيتو فورم يا دكتور؟ شايفين الاسهم بتحكي ان الهيدروجين اللي عليه اشاره حمراء ده او دايره حمراء، واحده من الاثنين اتش، واحده من الاثنين اتش طلعت للاو، طلعت فعلا، ظهرت اهي على الاو يا دكتور. واذا كانت الاتش طلعت، ذره الهيدروجين طلعت، فالرابطه الثنائيه اللي ما بين الكربون والاكسجين نزلت، اتبادلوا الاماكن، كأن واحده طلعت الثانيه نزلت. فاللعبه دي ايه؟ اللعبه دي غيرت شكل المركب، غيرت المجموعه الوظيفيه، غيرت الكيتون او الكيتو جروب، مجموعه الكيتو اتغيرت. كان عندي سي دبل بوند او، كربون عامله رابطه ثنائيه مع الاكسجين، ما عادتش موجوده. ايه اللي حصل يا دكتور؟ الاتش اتنقلت للاو، بقت او اتش، ده بقى كحول يا دكتور. وكمان الرابطة الثنائية نزلت ما بين الكربونتين، عملت رابطة ثنائية اهي، يبقى ده بقى الكين يا دكتور. يعني ده كأنه عيلتين مع بعض، عيلة الالكين وعيلة الكحول. وعيلة الالكين دايما نهاية الاسم بيبقى اين، صح؟ لما اقول ايه؟ ايسين، بروبين، بنتين، هكسين. فدايما الالكين بنرمز له بالاين، رابطة الثنائية دي كأنها اختصارها اين. واذا كان الكحول اختصاره اول، زي ميثانول، ايثانول، بروبانول، فينول، لسه قايلين اسمه من شوية، حلقة البنزين وعندها او اتش اسمه فينول، كوليسترول، جليسترول، كل دي حاجات احنا بنتعامل معاها، طالما نهايتها اول في الاخر يبقى هي كحول. أصبح المركب بدل ما كان عنده مجموعة الكيتون وكنا نقول عليه كيتو فورم، بقى عنده مجموعتين إين وأول، فنسميه إينول فورم، شكل الإينول. فأصبح كده المركب إيه؟ اتحول من الكيتو فورم لإينول فورم. الحكاية دي مشهورة عندنا في الكيمياء العضوية باسم كيتو إينول توتوميريزم. كيتو إينول توتوميريزم، اللي هي الاسم بتاع توتوميريزم اللي مكتوب في العنوان دوت. فالكيتو إينول توتوميريزم، ممكن الكيتو يتحول لإينول، ده كمان ممكن العكس يا دكتور، ما انت عامل سهمين الإيكوليبريم، يعني يمكن أن يتحول الكيتو لإينول أو الإينول لكيتو، يعني ممكن يرجع تاني بالعكس، يعني إذا كانت الإتش طلعت للأو تنزل تاني، والرابطة تطلع تاني للأو، نرجع للأصل، نرجع لشكل الكيتو. واللعبة دي شغالة على طول يا دكتور، شغالة، تروح من كيتو لإينول وترجع من إينول لكيتو. فالمركب بشكلين، بصورتين، مركب بشكلين أو بصورتين. إحنا ساعات في الكيمياء العضوية نقول إيه؟ التفاعل بيتم من خلال الكيتو فورم، وساعات نيجي تاني في تفاعلات الكيمياء العضوية نقول لك التفاعل بيتم من خلال شكل الإينول. فالراجل ده بوشين كده، ممكن احدهم يكون هو النشيط وهو اللي يحصل بيه التفاعل. هل المركبات دي ايزومرز؟ ايوه ايزومرز. ليه يا دكتور؟ لانهم نفس، مفيش حاجه زادت من بره، ولا ذره نقصت ولا زادت، مفيش اي ذرات زادت ولا نقصت، فهو ده ايزومرز. شكل الكيتو والاينول متشابهين في عدد الذرات ونوعها، ولكن اختلفت ايه؟ اختلفت المجموعات اللي فيهم، ده اسمه كيتو وده اسمه إينول. دي سموها كيتو إينول توتوميريزم، لأن فيها حركة روابط وذرات زي ما احنا شفنا. فده مثال مهم قوي قوي قوي، مثال مهم قوي، يجي يقول لي اشرح كده الكيتو إينول توتوميريزم ويدينا مثال. اهو المثال اللي مكتوب تحت اهو، احفظ المعادلة دي كويس قوي، بتوضح ازاي الاتش طلعت، ازاي الاتش طلعت، وازاي الرابطه نزلت
عشان يتحول الكيتو الى ايه؟ الى اينول زي ما احنا شايفين. النوع الرابع، النوع الخامس بقى دلوقتي، اللي هو الاستيريو ايزومريزم. واستيريو دي يعني حاجه في الفراغ يعني، فاختصارها حتى الراجل عاملها بالخط الايه الاحمر اهو عشان يلفت نظري ويقول لي ان الاستيريو ايزومريزم هي نوع من انواع التشابه يحدث فيه اختلاف، او الاختلاف ما بين الجزيئين هو ترتيب المجموعات في الفراغ. ترتيب المجموعات في الفراغ، الارينجمنت ان سبيس. عندنا نوعين من انواع الايزومريزم، عندنا نوع بيسموه جيومتريك ايزومريزم او جيومتريكال ايزومريزم، معناها بالعربي التشابه الهندسي، ويقصد به هو تشابه ما بين جزيئين ولكن الخلاف في اتجاه المجموعات. طب اتجاه المجموعات بالنسبة لإيه يا دكتور؟ عشان نلخص الموضوع، يا إما بالنسبة لربطة ثنائية دبل بوند، يا إما بالنسبة لسايكل. يعني النوع ده من أنواع الأيزومريزم موجود في الألكين وموجود في السايكلو ألكان اللي احنا خدناها المحاضرة اللي فاتت، واحنا خدناها فعلا في المحاضرة اللي فاتت. فالألكين أو السايكلو ألكين عندهم النوع ده من الأيزومريزم اللي بيسموه جيومتريكال أيزومريزم. وكان سهل النوع ده قوي. ايه النوع ده يا دكتور؟ عندي مركب فيه رابطة ثنائية يعني ألكين، طب ما ممكن الرابطة الثنائية يتوزع المجموعات بالنسبة لها بالطريقة دي. يعني ايه بالطريقة دي؟ يعني انا شايف ان المجموعتين المتشابهتين في نفس الجهة من الرابطة الثنائية، انا شايف هنا ميسايل وهنا ميسايل، او حتى اتش واتش. يعني ما حدش يقول لي لازم سي اتش 3 يا دكتور، لا لا لا، طالما لقيت مجموعتين متشابهتين كل مجموعة على كربونة في الرابطة الثنائية، والمجموعتين فوق او المجموعتين تحت على نفس الجهة يا دكتور، ايوه ده المهم. لو على نفس الجهة يبقى اقول اسم المركب عادي خالص، بس اسبقه بكلمة سيز. فكلمة سيز تعني ان المجموعات المتشابهة على نفس الجهة من الرابطة الثنائية. لو حبينا نسميه هو اربع كربونات يا دكتور، واحد اتنين تلاتة اربعة. لما يبقى عندي اربع كربونات وانا فاكر بقى ايه؟ ميثان، ايثان، بروبان، بيوتان يا دكتور. لا مش بيوتان، ده عنده رابطة ثنائية. يبقى بدل ما اقول بيوتان اقول ايه؟ اللي عنده رابطة ثنائية. يبقى نغير نهايته ونقول ايه؟ يلا الشطار اللي مركزين معايا، بدل ما اقول بيوتان عشان عنده رابطة ثنائية يبقى اقول ايه؟ ايوه برافو يا شمو، برافو يا شاذ. يبقى اقول ايوه برافو دي، يبقى اقول بيوتين بقى، اقول بيوتين. طب السؤال يا دكتور، هو بيوتين؟ اه فعلا بيوتين. طب الرابطة الثنائية رقمها فين؟ لازم أحدد؟ أيوة لازم. فاكرين زمان في الألكانات لما كنا نقول القاعدة بتقول اختار أطول سلسلة من الكربون وتبقى دي الأب الاسم الأساسي، رقم اتنين رقم السلسلة من الطرف الأقرب للفروع. هنا بقى رقم السلسلة من الطرف الأقرب للرابطة الثنائية، يعني الرابطة الثنائية هي اللي مهمة هنا. لما يبقى الكين يبقى لازم ارقم من الطرف القريب للرابطة الثنائية. هتقول يا دكتور انت جايب لي مثال فيه أربعة كربون والرابطة الثنائية في النص، ما هو كده من اليمين والشمال مش فارقة. اه خلاص مش فارقة في ده، بس بعد كده لما هندرسها في الالكين، لما ندرسه في المحاضرات الجاية هنلاقي نفسنا لا في جزيء ساعات بيبقى أطول بقى، يبقى ساعتها لازم نبتدي من الطرف القريب للرابطة الثنائية. فالراجل اه برافو يا ساره، اسمه ايه؟ او وديما برضو اسمه بيوتين. فالبيوتين لما جيت ارقم من ناحيه الشمال او اليمين، واحد اتنين، هتقول لي يا دكتور استنى ده الرابطه الثنائيه ما بين اتنين وتلاته. لا لا، احنا بنقول اول رقم بس، اول رقم بس، يبقى هسميه اتنين بيوتين. وكان اتنين بيوتين بتقول لي ايه بقى؟ بتحكي، بتقول لي الاسم بيتكلم. بيوت يعني اربعه كربون،
إين يعني رابطة ثنائية، يبقى هو 4 كربون وجواه رابطة ثنائية، ومكانها فين؟ بادئة في رقم 2، بادئة بدايتها في رقم 2، يعني هي ما بين 2 و3 يا دكتور. أيوة، ما أنا لو عرفت 2 يبقى أكيد هي ما بين 2 و3. لما أكتب 2 معناها ما بين 2 و3. هتقول لي طب يا دكتور ليه ما كتبتش في الاسم 2 و3 بيوتين عشان توضح لنا الرابطة الثنائية إنها ما بين 2 و3؟ الناس بتتلخبط، بتفتكر هما ليه عملوا كده؟ لأن الناس هتفتكر إن رقمين يبقى رابطتين مثلا أو مجموعتين زي ما كنا بنعمل في التسميات زمان. فاكرين لما كنا نقول 2 3 داي كلورو عشان عندي مجموعتين فأقول رقم مرتين. إنما هنا أنا بعتبر الرابطة الثنائية هي واحدة، يبقى ليها رقم واحد. أنهي رقم يا دكتور؟ الأول. الرقم الأول اللي بيقابلني 1 2، أولها 2 يبقى هو رقم 2. الراجل ده اسمه 2 بيوتين، واللي على الشمال واللي على اليمين اسمه 2 بيوتين. لما أقول لكم كده بصوا للجزيئين دول اللي تحت دول وقولوا لي ايه الاختلاف، هتقول لي يا دكتور استنى كده احنا ده انت حتى عامل دواير عليها اهو، ان الميثايل المتشابهين دول من نفس الجهه فقلنا قبليه سيز، بينما لو المجموعات المتشابهه عكس اتجاه بعض يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ترانس. ويبقى قاعده بقى، لو تواجد مجموعتين او ذرتين متشابهتين على الرابطه الثنائيه كده بس يبقوا موزعين نفسهم، يعني مجموعه على كل كربون، مش تحط لي المجموعتين على نفس الكربون ما ينفعش. المتشابهين على الكربونتين كده فوق يبقى سيز، لو واحده فوق واحده تحت بالشكل اللي انتوا شايفينه يبقى ترانس. لو انا جبته لكم وحد سماه وقال لي 2 بيوتين وما كتبش سيز او ترانس هينقص في الدرجه. انا لما اكتبه كده الرابط مفتوحه كده يبقى مبين لكم الاتجاهات اهو، يبقى لازم تكتبه سيز او ترانس. انما لو انا ما كنتش عايز سيز ولا ترانس كنت هعمله لكم على السطر كده من غير اتجاهات خالص. تقول يا دكتور وانا اعرف منين؟ لازم توضح لي الاتجاهات. الاستيريو، استيريو دي يعني ارنجمنت ان سبيس، يعني اتجاه المجموعات في الفراغ. كلام جميل. فيظهر السيز والترانس ده، ادي مثال تاني. الصفحه دي حلوه ليه والصفحه دي مهمه ليه؟ سيز المجموعتين المتشابهتين، بصي طب لدوت ليش سيز؟ السيز لما يبقى المجموعات المتشابهه نفس الجهه، نفس الجهه فوق او تحت. يعني بص كده للمثال ده، طيب هنا انا شايف الهيدروجين اللي عليها دايره والهيدروجين اللي عليها دايره دول تحت الرابطه الثنائيه، الاثنين تحت الرابطه الثنائيه، يبقى ده اسمه ايه؟ يبقى اسمه سيز. لو المجموعات او الذرات المتشابهه عكس اتجاه بعض يبقى اسمه ايه؟ يبقى اسمه ترانس. فالمتشابه لو في نفس الجهه الاثنين فوق او الاثنين تحت يبقى اسمه سيز، بينما لو هيدروجين فوق وهيدروجين تحت يبقى اسمه ترانس. الماده اللي اسمها كروتونيك اسيد دي ماده عندنا مشهوره في الكيمياء العضويه، اسمها تجاريا كده اسمها كروتونيك اسيد. سيز دي اختصار لكلمه لاتينيه يقصد ان ذا سيم دايركشن، يعني في نفس الاتجاه. وترانس كذلك برضو، انت يعني حاجه ضد عكس بعض في الاتجاه، فدي اختصار ليها يعني. فالكروتونيك اسيد ده لما اجي اكتبه اشتريه مثلا من شركه ولا لازم احدد انا عايز سيز ولا عايز ترانس، عايز سيز ولا عايز ترانس. ربما على فكره ساعات حاجه غريبه قوي، ده انا ممكن اجي الاقي السيز ثمنه الاف الريالات والاقي مثلا الترانس ثمنه 2 ريال ولا 3 ريال، ملوش اهميه. يا يعني اتجاه المجموعات ده بيأثر في الأهمية بتاعت الجزيء؟ أيوه، وتطبيقاته واستخداماته. فبالتالي في مواد، يعني مثلا لو قلنا الكربون في منه جرافايت، في منه اللي بيتحط في القلم الرصاص، وفي منه الفحم، وفي منه كمان الماس الدايموند، فحاجة غالية جدا. هو نفس العنصر، نفس الكربون هو الكربون،
ولكن اختلفت الهيئة بتاعته وتنظيمه، وبالتالي صفاته اختلفت. مادة كأني غالية جدا ومادة رخيصة جدا، والفرق بينهم هو ترتيب. فهنا نفس الحكاية، هنا ده اسمه كروتونيك أسيد. لما اجي لا لازم ابقى محدد هل السيز ولا الترانس، ربما واحد منهم دواء التاني يبقى مادة سامة او ملهاش اهمية. نفس الحكاية هنا، المركب ده حلقة سداسية، يعني سايكلوهكسان زي ما خدنا في المحاضرة اللي فاتت، سايكلوهكسان، وطلع له 2 ميثايل يا دكتور، من رقم 1 ورقم 4 زي ما خدنا في المحاضرة اللي فاتت، يبقى 1-4 داي ميثايل سايكلوهكسان كده. ما يوضحش الاتجاهات يا دكتور، لازم تجيبها لي بالطريقة دي، لازم تبين لي كده المجموعات اتجاهها ازاي في الفراغ عشان اعرف احدد اذا كان سيز ولا ترانس. فالسيز هو عبارة عن ايه؟ ان المجموعات المتشابهة، او يعني المجموعات المتشابهة اللي هي الميثايل، او حتى الذرات المتشابهة، المهم ان انا الاقي ايه؟ حاجتين شبه بعض واخدين نفس الاتجاه، يبقى اسمه سيز. المتشابه في نفس الجهة يبقى سيز. واقول الاسم كامل عشان اخد الدرجه كامله، اكتب سيز 1-4 داي ميثايل سايكلوهكسان. في ناس بتغلط غلطات، اي هي يا دكتور اللي بيغلط في مثال زي دوت هيجي لي تسميه كده في الهوم ورك؟ ايوه هيجي لكم، ويجيب لي حلقه كده ويحط عليها المجموعات. في ناس بتغلط وتنسى تكتب سيز او ترانس. طالما وضحت الاتجاهات يبقى لازم نكتب سيز او ترانس، نوضح هو انهي شكل فيهم، سيز ولا ترانس. ساعات يقولوا سيز ايزومر وترانس ايزومر، يعني المتشابه سيز والمتشابه ترانس، لازم نوضح. وساعات في ناس برضو اخسارة بيغلطوا غلطة بسيطة قوي، يكتبوا سيز 1-4 عشان الميثايل هنا والميثايل هنا في رقم 1-4، يعني احنا اتفقنا المرة اللي فاتت ان انا برقم من عندك فرع واروح للفرع الثاني في الحاله السايكليك يعني، فيكتبوا لي سيز ويكتبوا لي 1-4 داي ميثايل، ويكتبوا لي بدل ما يكتبوا بقى سايكلوكسان يقولوا هكسان، يقولوا هكسان. غلط، ده اساسا مش هيتقال سيز ولا يتقال ترانس الا لما يكون سايكليك. النوع ده من الايزومريزم، من الاستيريو ايزومريزم او الجيومتريك ايزومريزم، لا يوصف بسيز وترانس الا اذا كان رابطه ثنائيه او حلقه. فلازم يكون في كلمه حلقه سايكلوكسان، ما اقولش هكسان واسكت، يبقى لازم اقول سايكلوكسان. دول اكتر حاجتين دايما الناس بتنساهم، يبقى سيز عشان المجموعات المتشابهه في نفس الجهه، وسايكلو طبعا ما انساهاش ان الهكسان ده ايه؟ حلقي. ممكن يكون المجموعات المتشابهة عكس بعض في الاتجاه، يعني واحدة كأنها فوق الحلقة والتانية تحت الحلقة، او الهيدروجين فوق الحلقة وهنا تحت الحلقة، المهم ان المتشابه عكس بعض، متشابه عكس بعض. فبالتالي لو عكس بعض اقول ترانس 1-4 ديميثايل سايكلوكسان. الله، ده نفس الاسم كله يا دكتور، اختلفت بس سيز وترانس. فده يقولوا عليها جيومتريكال ايزومريزم، تشابه هندسي. طب يا دكتور افرض كان المجموعات كلها اللي حوالين الرابطة الثنائية او الحلقة مختلفين. ركزوا بقى معايا في النقطة دي، مهمة قوي، ركزوا معايا في النقطة دي. افرض يا دكتور المجموعات كلها مختلفة، انا مش لاقي 2 شبه بعض، مش لاقي مجموعتين، مش عارف اقول سيز او ترانس. هل عندك حل تاني للجيومتريك ايزومريزم؟ ايوه، فيه. لو المجموعات كلها ديفرنت، يعني لو المجموعات كلها مختلفة عن بعض، يبقى ساعتها المجموعات المختلفة دي بنعمل اولوية ما بينهم، يعني بنشوف كل كربون عليها مجموعتين ونقارن المجموعتين اللي عليها وندي واحدة فيهم رقم 1. يعني بقارن المجموعتين على نفس الكربونة كده واشوف مين اللي أولوية في ايه يا دكتور؟ مين اللي ايه؟ مين اللي ليها وزن اتقل؟ الاتوميك ويت بريوريتي،
يعني أفضلية الوزن الذري، مين اللي عندها وزن ذري أكتر تبقى هي نمبر ون. وأبص للكربونة التانية، مين اللي عندها أولوية وأولوية وزن أكتر، واللي هتبقى وزنها أكتر تبقى هي نمبر ون. لو نمبر ون ونمبر ون عكس اتجاه بعض، تقول يا دكتور اه سيز ترانس بقى ترانس، اه لما كانوا عكس بعض كان يبقى اسمه ترانس، لا هنسميه اي. الترانس زمان المجموعات لما كانت تبقى عكس بعض بس متشابهة، هنا مختلفين، فبدل ما اقول ترانس اقول اي، وبدل ما اقول سيز اقول زد. طب ايه اللي خلاك تغيرهم يا دكتور؟ ما كانت سيز وترانس حلوين؟ لا، سيز وترانس دول لو في مجموعات متشابهة، انما لو المجموعات مختلفة وعرفنا بالأولوية الوزن كده مين الأثقل، ولقينا الأثقل في نفس الجهة نقول زد بدل سيز نقول زد. ولو كانوا عكس بعض، واحدة فوق والتانية تحت، الأولوية اللي هو نمبر ون عكس اتجاه بعض، نقول إي بدل ما نقول ترانس نقول إي، عشان المجموعات مختلفة. ونبص للمثال اللي تحت ده، الكربونة الأولانية في الرابطة الثنائية اهي، عندها كلور فوق وعندها سي او او اتش. لا 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 استنى، القاعده ما بتقولش كده، لا كده غلط. تقولي ليه يا دكتور؟ ما فعلا هي كلور فوق ومجموعه سي او او اتش تحت. لا 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 غلط برضو، القاعده بتقول لما اجي اقارن اقارن اتوم باي اتوم، يعني ذره بذره عشان يبقى في عدل. يعني اللي فوق دي كلور حلو، اللي تحت فيها ايه؟ كربون. ايه ده يا دكتور؟ ما هي فعلا اصلها هتبقى صعبه قوي ان انا اقعد امسك المجموعه كلها واجمع الكتله فيهم كلهم. تقول يا دكتور طب واحنا انت عرفت منين ان الكلور اتقل من الكربون؟ واحنا هنحفظ الاتوميك ماس بتاعت العناصر اللي في الجدول الدوري؟ لا. اما اللي هتعمل ايه يا دكتور تساعدنا بايه؟ هديكوا الاتوميك ماس بتاعت العناصر اللي انتم محتاجينها، يعني في السؤال هكتب لكم الاتوميك ماس بتاعه الكلور 35.5، بتاعت الكربون 12، يبقى مين الاكبر؟ يبقى الكلور اتقل من الكربون، يبقى الكلور هيبقى هو رقم واحد والكربون هيبقى هو اللي رقم اتنين. انا ما يهمنيش رقم اتنين، انا عايز رقم واحد يا دكتور. اللي كتلته أكبر 35.5 أكبر من 12، يبقى الكلور هو اللي يبقى رقم واحد. طب الناحية التانية أقارن الـ CH3 بالـ H. لا لا غلط غلط، اللي أنا قلته ده غلط، ما تقولش CH3 بـ H، قول C بـ H، لأن إحنا اتفقنا إن إحنا نقارن ذرة واحدة بذرة، أول ذرة بأول ذرة. اول ذره في المجموعه اللي فوق هي كربون، الذره اللي تحت ما فيش غيرها هو هيدروجين، فالهيدروجين الاتوميك ماس بتاعه واحد والكربون الاتوميك ماس بتاعه 12، ف 12 ولا واحد؟ طبعا 12 اتقل، يبقى معنى كده ان رقم واحد هتبقى فوق. رقم واحد فوق هنا ورقم واحد فوق هنا، ده رقم واحد قصاد بعض. يبقى بدل ما كنا زمان بنقول السيز والترانس اقول لكم المجموعات المتشابهه، لا هقول لكم المجموعات الاتقل في نفس الجهه، يبقى اقول عليه زد، اقول عليه زد. بينما لو المجموعات الاتقل، يعني بص كده عكسهم الراجل، طبعا طبعا يا دكتور ما دام عكستهم، طالما عكستهم يبقى اكيد اه هيتقلب المجموعه، بس مش هتعكس الاثنين بقى، لا لا هعكس كربونه واحده منهم بس وليكن اللي على الشمال دي، غيرت المجموعات وخليت الكلور تحت ومجموعه الحمض فوق، ده اوله سي وده اوله سي ال، خلاص هو السي ال رقم واحد بقى تحت والميثايل زي ما هي فوق، يبقى كده المجموعات المتشابهه الثقيله، مش المتشابهه بقى يا دكتور، المجموعات الاثقل اللي هي نمبر 1
اصبحت عكس اتجاه بعض في الاتجاه، يبقى نقول عليه ايه؟ يبقى نقول عليه ايه بدل ما كنا بنقول ترانس زمان؟ بس ده لما كانت تبقى متشابهة يا دكتور، انما دوت لا، ده كل المجموعات هنا مختلفة. يبقى لازم نبص لكل كربونة في الرابطة الثنائية ونختار مين اللي هتبقى الاثقل ومين اللي هتبقى رقم واحد. لو رقم واحد جاب العكس، واحدة فوق واحدة تحت عكس بعض، يبقى اقول ايه، يبقى الرمز بتاع المادة دي ايه، او نسميه الاي ايزومر، المتشابه ايه. يبقى اف 1 اوف ذا دبل بوند كربون. طبعا هنا بيقول لي لو لقيت كربونه من الرابطه الثنائيه عندها تو سيميلر اتومز. طب افرض كان لو كربونه من الرابطه الثنائيه يا دكتور جيت اقارن المجموعات عليها لقيتهم زي بعض في كل حاجه، طب وانا هقارن كتله ازاي؟ ما هم زي بعض، يبقى مش هينفع سيز ولا ترانس يقولوا نو جيومتريكال ايزومرزم. انا لازم تجيب لي اختلاف يا دكتور. عشان كده هنا عشان اعرف سواء سيز ولا ترانس ولا زد ولا ايه، لازم الكربونه اللي في الرابطه الثنائيه يكون عليها مجموعتين مختلفتين. ما ينفعش تبقى نفس الكربونه زي ايه يا دكتور؟ ورينا انت تقصد ايه. اهو ما ينفعش يبقى المركب زي اللي فوق دوت، يعني تجيب لي كربونه ويكون فوق وتحت بالنسبه لها زي بعض. طب انا هقارن ايه؟ هقارن ازاي؟ احنا السيز والترانس نقصد بيه مجموعات متشابهة على الكربونتين، يعني واحدة على الكربونة اليمين والتانية على الكربونة الشمال في الرابطة الثنائية. ما ينفعش يتواجدوا على نفس الكربونة. عشان كده هنا مفيش نو جيومتريكال ايزومرزم. لا يوجد هنا في الحالة دي تشابه هندسي، ولا ينفع اقول سيز ولا ترانس ولا زد ولا ايه ولا الكلام ده كله. لو تواجد ذرات متشابهة على نفس الذرة الدبل بوند الكربونة اللي في الدبل بوند، أو مجموعات شبه بعض على نفس الكربونة اللي في الرابطة الثنائية، يبقى هنا بالتالي مش عارف أقارن. هو ينفع يا دكتور تقول لي إيه ده في مجموعات متشابهة، ده ممكن بالنسبة لدي تبقى سيز وبالنسبة للتانية تبقى ترانس؟ لا ما ينفعش الكلام ده، ما هو يا سيز يا ترانس. كلام جميل. اللي تحت ديت نفس الحكاية، بس طبعا هنأجلها لما نيجي نشرح الكيتونز والألدهايد قدام. فالنقطة ديت أو اللي تحت ديت هنأجل الشرح بتاعها حاليا. يبقى ده اللي بيسموه جيومتريك ايزومرزم، اللي هو سيز وترانس أو زد وإي. يبقى تاني الملخص، إمتى أقول سيز وترانس؟ لو المجموعات المتشابهة على نفس الجهة، يعني الاثنين فوق الرابطة الثنائية او الاثنين تحت الرابطة الثنائية. طب امتى اقول ترانس؟ لو المجموعات المتشابهة عكس اتجاه بعض، واحدة فوق واحدة تحت. طب امتى اقول زد او ايه؟ لو المجموعات الاثقل، يبقى في مقارنة بقى للاتوميك ماس او الاتوميك ويت، وزن، فساعتها لازم انا هقول لكم انتوا هتعرفوها لو انا اديت لكم كتله العناصر. هتقولي بس يبقى انت مدينا كتله العناصر ليه يا دكتور؟ عشان نقارن واشوف مين الاتقل واحط له رقم واحد. لو لقيت رقم واحد الاثنين واحد على الذرتين كده الاثنين فوق، يبقى ده سيز. لو لقيت واحده فوق واحد على كربونه فوق والتانيه تحت، يبقى ده اسمه يبقى اقول عليه زد. لو كان الرقم واحد فوق على كربونة وعلى الكربونة التانية تحت، يبقى اقول عليه اي، اللي هو ايه الزد والاي اللي احنا شرحناهم في المثال ده، مهمين قوي. هم المثالين اللي قصاد بعض دول، واحد زد والتاني ايه، عشان رقم واحد جم قصاد بعض فوق يبقى زد، لو كانوا تحت برضو هيبقى زد طالما في نفس الاتجاه. لو واحد على الكربونة دي تحت والتانية الكربونه الثانيه واحد بتاعتها فوق، يبقى عكس اتجاه بعض، يبقى اقول ايه. كلام جميل. النوع الاخير من الايزومرزم يعتبر من الاستيريو ايزومرزم، اللي هو النوع الخامس، اتقسم لنوعين، يا اما سيزو ترانس وزد واي اللي هو جيومتريك ايزومرزم، يا اما النوع الثاني من الاستيريو ايزومرزم اللي برضو بيبحث اتجاه المجموعات في الفراغ،
اتجاه المجموعات في الفراغ. النوع اللي انا لسه شرحه دلوقتي كان بيبقى موجود في الرابطة الثنائية او الحلقة، يعني في مركبات الالكين او مركبات السايكلو الكان. النوع ده موجود في المركبات اللي هي مشبعة، اللي هي فيها رابطة روابط احادية، اسمه ايه؟ اسمه اوبتيكال ايزومرزم. النوع ده اسمه اوبتيكال ايزومرزم. فالاوبتيكال ايزومرزم هو بيبحث عن ان احنا عارفين الكربون رباعي عنده حاجة اسمها تهجين اس بي 3، بيخلط مدارات اس مع 3 بي بيطلع روابط كلهم نفس الطول نفس المواصفات. عمرنا ما شفنا كربون عنده رابطة قصيرة والباقي طوال مثلا، لا لا لا، هو الروابط كلها متساوية. فيقولوا الكربون عنده زي ما احنا فاكرين بقى في الامتحان وفي الهومورك ولما شرحناها، قلنا الكربون في المجموعة الرابعة عنده 4 الكترونات تكافؤ، يستطيع انه يعمل ايه؟ 4 روابط اللي كانت اجابتها 4 4 4. فهو عنده 4 روابط. طيب المركب بتاع الكربون لو عنده، او مركب الكربون لو عنده 4 روابط بيتنظم ازاي في الفراغ؟ ممكن يتنظم في صورة الويدج دوتد بروجيكشن. الويدج دوتد عامل زي الاجنحة كده، عامل ايه؟ يعني كأن الكربون عنده رابطة كده، الرابطة لما تلاقوها خط عادي كده معناها في نفس مستوى الشاشة بتاعت الكمبيوتر او الموبايل، يعني كأنها بنفس المستوى. انما لو لقيته الرابطة بولد كده تخينة زي اللي قدام دي، معناها انها طالعة كده لوجهي، طالعة كده في وشنا كده، فعشان كده حجمها ضخم. لو لقينا الرابطة منقطة يبقى دي معناها الرابطة خلف البلين بتاعنا، يعني كأنها خلف الشاشة، كأنها راجعة لورا يعني. فده يسموه الويدج دوتد بروجيكشن، كأني أنا برسم بيه الجزء بتاع الميسان، بس برسمه بطريقة توضح شوية اتجاهه في الفراغ. شكله في الحقيقة عامل الهرم الرباعي دوت، هرم رباعي يقولوا عليه تترا هيدرال ستراكشر، هرم رباعي. طب ايه 3 دايمنشنال دي يا دكتور؟ 3 دايمنشنال تترا هيدرال ستراكشر يعني شكل هرم رباعي، بس 3 دي يعني في الثلاث ابعاد. احنا عارفين احنا في ثلاث ابعاد اكس وواي وزد. لما تحب ترسم جزيء في الفراغ يبقى على الاقل ترسمه في الثلاث ابعاد، الاكس والواي والزد. ففي طريقة لتمثيل المركب بطريقة الويدج دوتد بروجيكشن، وفي طريقة اخرى ان احنا نرسمه بطريقة الفيشر بروجيكشن. فيشر بروجيكشن يعني كأنه زي علامة الزائد بالظبط، زي علامة الزائد بالظبط، يعني حط المجموعات بصرف النظر عن اتجاهاتها اعتبرهم كلهم في بلين واحد، احط الكربونة في النص ووزع الروابط كأن الزاوية 90 درجة. ده ثيوريتيكال، ده نظري، على النظري وللتبسيط وعشان اعرف ارسمه على الورق فبعمله بالفيشر بروجيكشن. ففيشر بروجيكشن بيحطها في صورة الزائد، في صورة الزائد زي ما احنا شايفين. فدي طريقة رسم الكربونة الرباعية، رباعية الروابط يعني، عندها 4 روابط، يا اما تبقى الويدج دوتد بروجيكشن اللي فيه اتجاهات قدام وورا وعلى نفس البلين زي ما احنا شايفين، يا اما الطريقة التانية اللي هي الفيشر بروجيكشن اللي هي علامة الزائد. احنا ليه يا دكتور شرحت لنا موضوع اتجاه الروابط؟ عشان هو ده الاختلاف في الاوبتيكال ايزومرزم. في نوع الايزومرزم ترتيب المجموعات في الفراغ بيأثر على نشاط الجزيء، بيعمل اختلاف ما بين الجزيئات. في جزيء ممكن زي ما بقول لكم يبقى غالي جدا، وفي مادة تبقى غالية مادة تبقى رخيصة. فالاتجاهات دي هتفرق معانا في النوع اللي اسمه اوبتيكال ايزومرزم. ركزوا معايا في النقطة ديت وهديكوا ريست بعدها او بريك يعني. فبالتالي هنا بيقول لي بقى ايه، انت دلوقتي بتتكلم على نوع جديد من انواع الايزومرزم يا دكتور. ايوه، النوع ده اسمه اوبتيكال ايزومرزم. فهمنا معناها ايه اصلا؟ ايه يا دكتور يعني ايه اوبتيكال ايزومرزم؟ يعني هو تشابه ما بين جزيئات ولكن الاختلاف بينهم هو تأثير الضوء. اوبتيكال دي جاية من اوبتكس،
فاوبتيكال دي يعني تأثير الضوء عليه، هل هو بيأثر على الضوء، هل هو بيغير اتجاه الضوء. يا يعني لو احنا جبنا المركب ده واسقطنا عليه شعاع من الضوء، الضوء هيتغير؟ ايوه، دول يقولوا عليهم مركبات قادرة على تغيير الضوء، اتجاه الضوء. فعندنا في الكيمياء العضوية نسميها optically active compound، يعني مركب نشط ضوئيا. هكتبها في الايه، في الشات اهو، optically active، optically active compound، اي هو مركب يستطيع ان يغير من اتجاه الضوء الساقط عليه. ايه ده يا دكتور؟ عامل زي تجارب الفيزيكس زمان، كانوا يجيبوا بريزم كده منشور ويعدوا الضوء، يلاقوا الضوء اتغير، يلاقوا اتجاه الضوء اتغير. هو هنا بيلعب الدور ده، مين؟ المركب النشيط ضوئيا. بيعرفوها ازاي دي يا دكتور؟ بيجيبوا ضوء يعني ويعدوه ويجي على المحلول بتاعه الماده ويتغير اتجاهه. ايوه، في عندنا اجهزه بتقيس، بتعرف اذا كان المركب ده اوبتيكالي اكتيف ولا لا، نشيط ضوئيا ولا لا. فلو كان المركب اوبتيكالي اكتيف، وانا هعرفها منين يا دكتور؟ وانا كل شويه هروح اجيب المركب واعمل منه محلول واعدي فيه ضوء واشوف اذا كان هيغير الضوء ولا لا. لا لا، في حاجات نظري بتعرفنا عشان نعرف اذا كان المركب ده نشيط ضوئيا او لا. بدور على حاجة اسمها كايرال كاربون، كايرال كاربون. وكايرال كاربون هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن كربونة عندها اربع مجاميع مختلفة، كايرال كاربون. فالكايرال كاربون هي كربونة عندها اربعة different groups. عشان كده يا دكتور هو رسم لنا شكل غريب هنا، حاطط الكربونة في النص وعامل لي شكل دايرة هنا لونها بنفسجي، ودايرة خضراء، ومثلث مش عارف ازرق، وزي مربع لونه اصفر. المهم ان كلهم غير بعض. ايوه، عشان المركب ده يبقى نشيط ضوئيا ويمكن ان يغير من اتجاه الضوء، يبقى لابد من توافر كايرال كاربون. في مصطلحات لازم نحفظها بقى في الجزء ده. الكايرال كاربون هي كربونة لها اربع مجموعات مختلفة، يبقى اكيد المركب ده نشيط ضوئيا، يبقى اكيد المركب ده له ايزومر. ايه ده يا ها؟ يعني لو المركب اتوجدت فيه كربونة كايرال هيبقى له توأم. ايوه، وهيبقى توأمه ده كأنه صورته في المراية بالظبط، ده عكس ده، زي كفتين الايد، زي كفتين الايد كده لما تمديهم قصاد بعض كده تحس ان هما صورة مراية لبعض. ده نشيط ضوئيا وده نشيط ضوئيا. ده بيحول الضوء يمين، يبقى التاني بيحوله شمال وبنفس الدرجة. يعني ده لو بيغير زاوية الضوء مثلا بستين درجة بالموجب، يبقى ده بيغيره بستين درجة بالسالب. ما هما نفس الجزيئات، بس اتجاهها هو اللي اختلف، وبالتالي تأثيرها على الضوء بقى العكس اذا كان ده بالموجب ده بالسالب. طب يا دكتور، وانت عرفت منين الحاجات ديت؟ يعني انتوا جبتوا المركبات وعملتوا محلول وده مررتوا ضوء ولقيت ان في مركبات متشابهة في كل حاجة، نفس عدد الذرات ونفس نوعها، ولكن واحد بيحرف يمين والتاني يحرف الضوء شمال. ايوه، واصبحت المركبات في منها الغالي وفي منها الرخيص، في منها اللي ليه اهميه بيولوجيه وفي منها اللي ملوش اهميه تماما. في حروف بتتكتب على الادويه، لو اتغير الحرف ده اصبحت الماده ملهاش اهميه. المركب اللي بيحرف يمين ممكن يبقى مهم جدا ويستخدم علاج، انما اللي بيحرف شمال ده ممكن ما يبقاش ليه اي تاثير. فاتجاه، حتى بنقدر نفرق المركبات بتأثيرها على الضوء. اسمها ايه دي يا دكتور؟ اسمها اوبتيكال ايزومريزم. واوبتيكال ايزومريزم تاني معناها ايه؟ يعني متشابهات ونقطة الخلاف هي الضوء. يبقى تغيير شعاع الضوء هو الفرق ما بينهم. تاني، اعرف منين ان المركب ده اوبتيكالي اكتف؟
هعرفه يا دكتور لو ايه، لو كان عنده كايرال كاربون. نحفظ بقى المصطلحات مع بعض. كايرال كاربون، وهي معناه ايه كايرال كاربون يا دكتور؟ يعني اربع، يعني كربونه عندها اربع مجموعات مختلفه. لو طب لو عندي مجموعتين منهم متشابهين يبقى ده مش كايرال، يبقى ده مش اوبتيكالي اكتف، نقول عليه اوبتيكالي ان اكتف، غير نشيط ضوئيا، وبالتالي لا يؤثر على الضوء، تلاقي الضوء زي ما دخل زي ما خرج ولا مؤثر حاجه خالص. لازم يكون في كايرال كاربون، لازم يكون في كربونه عندها اربع مجموعات مختلفه عشان تقدر تاثر على الضوء. ولو تواجد مركب بالمواصفات دي وعنده اربع مجاميع مختلفه على كربونه اهو، يبقى ده اوبتيكالي اكتيف. طيب ايه المعلومه الثانيه؟ له توام، له انعكاس. المركب ده يتواجد بصورتين، وكاني صوره يمين والثانيه شمال زي كفتين الايد، واحد يغير اتجاه الضوء يمين يبقى واحد يغيره شمال وبنفس الدرجة. لو بيغير الضوء بزاوية 30 درجة موجب، يبقى التاني انعكاسه هيبقى 30 درجة بالسالب. فهمنا اللعبة؟ هل الحاجات دي مهمة؟ اهو ادوية، اهي ادوية ومواد. ساليدومايد دوت مادة بتستخدم كمنوم. يا المادة دي لو بصينا، طبعا انا مش عايز حفظ للمادة، بس بصينا كده للمركب ده وصورته في المراية، واحد اسمه R والتاني اسمه S، دول كأنهم حروف بيبين لنا ان ده عكس ده. هنعرف دلوقتي قواعد ونعرف بتيجي منين ال R ومين ال S، بس ده كأن انعكاس لده. الاتنين دول، المركبين دول، لما يبقى فيه مركب وصورته في المراية، لما يبقى في مركبين نشطين وصورتهم مع بعض في المراية، بيسموا الاتنين التوأم دول، بيسموا التوأم ده انانشيومرز، بيسموهم انانشيومرز. وعشان ما تتلخبطوش كأنهم كفتين ايدي، واحدة يمين والتانية شمال، صورة مراية لبعض، انعكاس لبعض، يبقى دول بيسموهم انانشيومرز. كل واحد فيهم نشيط ضوئيا، اصل عنده كربونا كايرال عندها اربع مجاميع مختلفه. اما ايه الفرق؟ ده يمين وده شمال، ده بيحرف يمين الضوء ويحرف ده شمال الايه، بيحرف الضوء شمال. فده الفرق ما بينهم، اسمهم انانشيومرز. يبقى مصطلح جديد. يعني ايه اوبتيكالي اكتف؟ يعني مركب نشط ضوئيا بيغير اتجاه الضوء. طب يعني ايه كايرال كاربون؟ يعني عنده كربونا ليها اربع مجموعات مختلفه. طب يعني ايه انانشيومرز؟ يعني هي مركبين صوره مرايه لبعض، واحد تاثيره باليمين والتاني تاثيره باليسار، اختلافهم مع بعض بيؤدي الى اختلاف البيولوجيكال ايفكت بتاعهم، اهميتهم البيولوجيه. واحد بيستخدم كمنوم، التاني ان اكتف تماما لا يؤثر، فبالتالي اختلفت. يا يعني المركب وصورته في المراية كأن صورته ملهاش أهمية، إنما هو المركب يستخدم كدواء. نفس الحكاية، الترامادول اللي تحت ده وصورته في المراية. الترامادول لو احنا خدنا منه كأن اليمين اللي هو الصور الأصل وخدنا صورته في المراية، هنلاقي المركب الأصلي نشيط جدا. صورته في المراية لما جم استخدموها بيلاقوها 100 مرة less active، يعني أقل في النشاط 100 مرة، ده يعني مش شغالة خالص. يعني المركب ده ملوش أي أهمية تماما، خلاص يبقى المركب ده هو اللي مهم. يعني ممكن الاتنين انانشيومرز دول واحد منهم يبقى غالي قوي والتاني ملوش استخدام خالص. أهمية بيولوجية رهيبة، وبالتالي لازم أبقى أنا فاهم مين اليمين ومين الشمال، مين الار ومين الاس، هنعرفها كمان شوية، مين اللي بيحرف الضوء يمين ومين اللي بيحرف الضوء شمال. فاهمين؟ هديكوا بريك كده 10 دقايق ونكمل تاني. هديكوا بريك كده 10 دقايق ونكمل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت وصل، بطمنوني بس عشان قبل ما نبدأ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، يبقى احنا زي ما احنا قلنا كده ان في نوع اسمه ستيريو ايزومريزم، وستيريو ايزومريزم ده هو عبارة عن نوع من انواع التشابه ما بين الجزيئات، ولكن الاختلاف في الارانجمنت ان سبيس، يعني اتجاه المجموعات في الفراغ. عرفنا منه نوعين، نوع بيسموه جيومتريك ايزومريزم اللي هو السيز والترانس او الزد والاي. سيز وترانس ده لو في مجموعات متشابهه، لو في نفس الاتجاه يبقى سيز، لو عكس اتجاه بعض يبقى ترانس. طب لو المجموعات مختلفه يبقى بنشوف مين الاتقل ونختار رقم واحد على كل كربونه. لو رقم واحد على الكربونه ديت قصاد الكربونه الثانيه الاثنين نفس الجهه يبقى نقول زد، لو عكس اتجاه بعض نقول ترانس. دي اللي اسمها نقول اي. يبقى ده اللي اسمه الجيومتريك ايزومريزم. النوع الثاني اللي احنا وقفنا عليه هو الاوبتيكال ايزومريزم، وعرفنا الاوبتيكال ايزومريزم يعني نشاط ضوئي. طب امتى المركب يبقى عنده نشاط ضوئي؟ لو عنده كايرال كاربون. طب يعني ايه كايرال كاربون؟ لو يبقى الكربون عنده اربع مجموعات مختلفه، عندما يتواجد اربع مجموعات مختلفه كده على حول كربونه يبقى الكربونه دي نشيطه، احنا نسميها نشيطه، نحط عليها نجمه كده او ستار، يبقى المركب ده قادر على تغيير اتجاه الضوء، فاسمها اوبتيكال ايزومريزم، يعني هي تختص بالنشاط الضوئي. واذا اتوجد مركب عنده نشاط ضوئي وعنده كايرال كربون فله صوره في المرايه زي ما احنا شايفين في المثال اللي قدامكم. الاثنين دول مع بعض كده يسموهم انانشيومرز، يسموهم انانشيومرز اللي هي شرحنا عليها ورا بالصوره اهي. انانشيومرز يعني مركبين صوره مرايه لبعض، ده عنده كايرال كربون وده عنده كايرال كربون، ده نشيط ضوئيا وده نشيط ضوئيا، الاثنين في كل حاجه نفس عدد الذرات كل حاجه، ولكن ده صوره مرايه لده، ده انعكاس، انعكاس لده. يبقى واحد كانه يمين والتاني شمال. يمين وشمال في ايه يا دكتور؟ في تغيير اتجاه الضوء. هل ده بيفرق؟ عرفنا انه بيفرق، ان لدرجه ان في بعض الادويه بهيئه معينه لو اتغيرت للشكل العكسي او الانانشومر الثاني بيبقى الماده ليس لها اي اهميه. طيب الانانشومرز دول بيكونوا سيميلر في الفيزيكال والكيميكال بروبرتس، يعني هم شبه بعض في الصفات الفيزيائيه والكيميائيه، ولكن الاختلاف ما بينهم هو الضوء. هو الضوء كل واحد منهم اوبتيكالي اكتيف، هو نشيط ضوئيا ولكن عكس بعض في تاثيرهم على الضوء، واحد يمين التاني شمال. طب عشان يشوفوا يمين وشمال في الضوء هل بيستخدموا الضوء العادي النورمال لايت؟ ما ينفعش دكتور تستخدم النورمال لايت. ليه؟ لان النورمال لايت ده بيبقى في كل الاتجاهات، فهنحدد ازاي الضوء اتغير يمين ولا شمال؟ يبقى كان لازم لما تعمل التجربة بتاعتك عشان تشوف إذا كان يمين ولا شمال، أو إذا كان المركب ده نشيط ضوئيا فهيغير اتجاه الضوء يمين أو شمال، تستخدم حاجة اسمها بولارايزر عشان يوحد اتجاه الضوء ويبقى شعاع ضوء موحد الاتجاه، كأنه حزمة واحدة كده، عامل زي الليزر. عارفين الليزر انتوا؟ الليزر كانه حاجه زي البوينتر كده، حاجه كانه جهاز بيوحد لي بيتبين لي الشعاع في اتجاه واحد كده، اقدر اميز كده، اقدر اعرف اذا كان الضوء هيتغير يمين ولا شمال. انما في ضوء الشمس ده او الضوء الابيض العادي مش هقدر احدد، يبقى لازم يبقى حاجه اسمها بلين بولارايزد لايت. البلين بولارايزد لايت يعني ضوء مستقطب في اتجاه واحد في نفس المستوى، كلهم في نفس المستوى كده اقدر ايه اقارن اتجاه الضوء. طيب ايه هي الاوبتيكال اكتيفيتي بقى دلوقتي يا دكتور؟ انت هتعمل التجربه؟ ايوه هعمل التجربه، هجيب ضوء اللي هو البلين بولارايزد لايت. طيب حلو قوي، بعد ما جبت البلين بولارايزد لايت اللي عندك ده وهتخليه يمر في الجزيء، البلين بولارايزد لايت هيمر في الجزيء اللي هو كايرال كومباوند، يعني مركب يحتوي على كربونه باربع مجاميع مختلفه، فهيغير
هيغير الضوء، يا يغيره يمين يا يغيره شمال، يا رايت يا ليفت، يا يحرف الضوء يمين يا اما يحرفه شمال، بتبقى زاوية والجهاز بيقيسها. الجهاز بيقيسها يقول لي اه بالبلس 30 او ماينس 30، يبقى بيعرفني ده انهي واحد من الانانشومرز، انهي واحد من المركبين الاوبتيكالي اكتيف. اللي يمين بيسموه عندنا ديكسترو روتاتوري، فديكسترو دي يعني يمين يعني رايت، وكلمه روتاتوري يعني روتيشن، يعني بيغير او يدور او يغير اتجاه الضوء لليمين، فاحنا نسميها ديكسترو روتاتوري ونحط له حرف دي سمول او موجب. ففي واحد من الشكلين كاني كفتين الايد، واحده يمين والتانية شمال. اليمين هسميها ديكستر روتاتوري اللي هي بالموجب، والشمال هنسميها ليفو روتاتوري، جاي من ليفت حتى، يعني حتى لو ديكستر صعب عليكم في الحفظ فليفو ليفت يعني قريبة. يبقى الليفت هو ايه؟ هو الليفو روتاتوري، وده اللي هيكون اشارته سالبة وهندي له حرف ال سمول. فالدي سمول او ال سمول تعني اتجاه دوران الضوء او تغيير اتجاه الضوء بالمرور في مركب اوبتيكالي اكتف، في مركب نشيط، يا يروح يمين يا يروح شمال. اليمين نقول دي سمول او موجب، الشمال نقول ال سمول او سالب. وبنفس الزاويه دكتور، اي بنفس الزاويه، لو ب 12 درجه موجب يبقى 12 درجه سالب الايه، الايزومر الثاني، الانانشومر الثاني، صورته في المرايه، واحد يمين والتاني شمال بنفس الدرجة. ده احنا كمان ساعات نقول ايه، هو ديكسترو دي مكان قاله رايت يا دكتور، هو ديكسترو دي يقصد بيها انه مع عقارب الساعة، يعني بيغير او بيدور اتجاه الضوء مع عقارب الساعة. فهنقول كلوك وايز بقى، يعني نقولهم تاني، يعني انت كنت دلوقتي بتقول انانشومرز، واحد موجب والتاني سالب، اه واحد يمين والتاني شمال، واحد اليمين ده هنعتبره ديكسترو، ايوه اليمين ده هنعتبره كلوك وايز، يعني بيغير الضوء في اتجاه عقارب الساعه، ايوه. بينما الشمال اللي هو ليفو روتاتوري هنعتبره هو انتي كلوك وايز. كلمه انتي كلوك وايز يعني ضد عقارب الساعه، يعني الاتجاه بتاعه معاكس لحركه عقارب الساعه. واحد يمين والتاني شمال وبنفس الدرجة، واحد بوستيف 12 والتاني نيجاتيف 12، لو أنا حطيت الاتنين دول مع بعض وبنفس الكمية مساويين لبعض، يعني بنسبة واحد لواحد. لو أنت خدت الموجب والسالب على، يعني لو قلت مثلا إيه زائد 12 وجمعتها على ناقص 12، أكيد المحصلة هتبقى صفر، أكيد الميكتشر ده المخلوط ده هيبقى اوبتيكالي ان اكتف، كده المحصله بقت صفر، ده موجب وده سالب، لو كميتهم قد بعض هيلغوا بعض، يقولوا عليه ريسيميك ميكتشر. شوف المصطلحات، الجزء ده مهم قوي عشان المصطلحات بتاعته. تاني، ايه هو الريسيميك ميكتشر يا دكتور؟ هو اتنين جزء صوره مرايه لبعض اللي اسمهم انانشيومرز، اللي احنا قلنا عليهم من شويه اسمهم انانشيومرز، اللي هم زي دول او دول اهم، واحد يمين والتاني شمال، هي مركبات فيها كايرال كاربون نشيطه ضوئيا، ولكن الفرق بينهم ان هم صوره مرايه لبعض. واحد اتجاه يمين اللي اسمه ديكسترو روتاتوري، والتاني شمال اللي اسمه ليفو روتاتوري. واحد بالموجب بيغير الضوء بالموجب، والتاني بيغيره بالسالب في الزاويه. لو الاثنين اتوجدوا مع بعض بنفس الكمية يصبح الميكشر ده او المخلوط ده اوبتيكالي ان اكتف، غير نشيط ضوئيا، ما هو كنسل بعضه، كل واحد نشيط اه، بس الاثنين لما اتحطوا مع بعض ضيعوا بعض زي ما بيقول، يعني واحد يغير الضوء يمين التاني يغيره شمال رجعه تاني، فيقولوا عليه ريسيميك ميكشر. شوف المركبين دول قصاد بعض اهم، صورة مراية لبعض، واحد موجب والتاني ايه؟ والتاني سالب. الإشارة الموجبة دي تعني الزاوية، بيغير الضوء بزاوية موجبة،
والتاني ده اللي هو صورته في المراية بيغير الضوء بزاوية سالبة، بزاوية سالبة، يبقى ده كأنه موجب وده سالب. لو اتوجدوا مع بعض بنسبة 1:1 يبقى ساعتها هيبقى ايه الميكشر ده مخلوط غير نشيط ضوئيا، بيسموه ريسيميك ميكشر. طيب عندنا في الكيمياء الحيوية بتلاقوا في مركبات محطوط عليها دي كابتل وال كابتل، دي كابتل وال كابتل، هل دي يا دكتور بتاعت الدكسترو والليفو بتاعت الموجب والسالب اللي انت بتشرح فيهم دول؟ لا 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 لا، دول هتاخدوهم في السكريات اللي هي بيسموها البولي ساكرايدز واللي هي المونوساكرايدز واللي هي الكربوهيدرات، السكريات المواد الكربوهيدراتيه، وهتاخدوهم برضو في الامينو اسيدز اللي هم بتاعت البروتينات. انتوا هتاخدوا الحاجات دي في البايوكيمستري والكيمياء الحيويه، وحرف الدي كابيتال والال كابيتال ملوش دعوه خالص بدوران الضوء، والدي سمول والال سمول. انا هنا بتكلم، بص هرجع للصفحه اللي قبلها اهو، انا هنا لما اتكلمت على ايه ديكسترو وليفو حطيت رمز دي سمول وال سمول مش كابتل. اما الايه كابتل يا دكتور اللي احنا بنلاقيها في الكتب ديت اللي الدي كابتل والال كابتل دي معناها ايه؟ لا لا لا، دي حاجه تانية خالص، دي حاجه بس تقسيمه. لو كان المركب ايه من الجليسرال دايت دوت اللي هو اساس السكريات كلها، لو كان عنده او اتش على اليمين يقولوا دي كابتل، لو او اتش على الشمال يقولوا ال كابتل. يا دي ملهاش دعوه بالضوء خالص يا دكتور، دي ملهاش دعوه بالضوء خالص، ليها بايه مكان موقع اتجاه الاو اتش. فلو الاو اتش يمين يحط حرف دي كابتل، لو الاو اتش في المركب موجوده على اليسار يحطوا ال كابتل قبله. احنا عندنا في السكريات على فكره كل السكريات اللي احنا بنلاقيها النيتشر دي في الطبيعه هي من الدي سيريز، يعني من هي من عائله الدي، يعني كلهم كانهم بيكون الاو اتش بتاعتهم في الجليسرال دهايد دوت او في المركب دوت بتكون دايما يمين. ال ده مش هتلاقوه، ال ده نادر، انما هو الدي سيريز هي اللي اكتر سكريات. فخدوا بالكم الدي سمول والال سمول دول اللي نقصد بيهم انحراف الضوء يمين او شمال، انما دي كابتل وال كابتل نقصد بيهم موقع او اتجاه الاو اتش في المركب. فلو الاو اتش يمين دي، لو الاو اتش شمال نقول ال. عشان كده الراجل يا دكتور، استنى يا دكتور، عشان كده الراجل كاتب قبل المركب دي كابتل وبعدين ما حطش بقى ايه دي سمول جنبها، هتبقى كده العمليه ملخبطه قوي، فحط دي كابتل عشان يقول لنا ان الاو اتش على اليمين، وحط بلس عشان يبين ان ده اتجاه الضوء في يمين. هنا ال كان ايه معناه ان الاو اتش على الشمال وانحراف الضوء للشمال بيبقى بالماينس. طب هل يا دكتور الظروف هتبقى دايما كده؟ يعني هل يا دكتور دايما اللي هيبقى دي كابتل هيكون موجب ودايما الدي؟ لا 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 لا، عشان كده احنا بنقول لكم ان موضوع الدي يختلف عن اتجاه الضوء. ممكن المركب يكون دي كابتل يعني الاو اتش على اليمين ولكنه يحرف الضوء لجهة اليسار، انتي كلوكوايز، ليفت، ليفو روتاتوري، ال سمول، كل دي معناها انه بيغير الضوء لليسار. فالدي كابيتال ديت ملهاش دعوه بالضوء خالص، هي على الورق الاو اتش انت راسم كده يمين ولا شمال. لو الاو اتش يمين حط حرف الدي كابيتال، لو الاو اتش شمال حط ال كابيتال. انما الدي الموجب والسالب دول لا، دي زاويه الدوران بقى، زاويه الضوء بيتغير ازاي، يمين ولا شمال. فمش بالضروره، مش بالضروره يبقى المركب عشان حرف دي كابتل يبقى لازم يكون موجب، لا ممكن يكون سالب. فدي بالقياس، دي لازم الموجب والسالب والزاوية دي تبقى بالقياس، انا ما اقدرش ان انا اعرفها كده على طول، اللي على الورق نظري حاجة واللي هو عملي يكون حاجة تانية. حرف الدي والال تبصوا كده للشكل، لو لقيته او اتش مرسومة على اليمين يبقى ده دي كابتل. ما اقدرش اقول لكم اعرفوا لي ده دي سمول ولا ال سمول،
بيحرف يمين ولا شمال؟ تقول لي طب انا اعرف منين يا دكتور؟ وانا اعرف منين؟ انت هجيب لي تجربه بقى، خلاص هات لي الجهاز اقيس بيه، الجهاز اسمه بالرومتر كده، اقيس بيه الضوء بيروح يمين ولا شمال، واعمل محلول واعدي الضوء واقول لك ساعتها الجهاز يقيس واقول. فالكلام دوت الدي والال دول اللي بنعرف بيهم السكريات والبروتينات او الامينو اسيد تحت اسمه الانين، ده واحد من الايه الاحماض الامينيه. ده بيكون برضو ال NH2 بقى المره دي، ال NH2 موجوده على اليمين يبقى حرف الدي، ال NH2 على الشمال يبقى حرف ال L. يعني ايه ده؟ يعني احنا شفناها في السكريات بالاو اتش وشفناها في البروتينات بالايه بال NH2. مره شفناها بموقع الاو اتش فين، ومره شفناها بموقع ال NH2 اللي هي الامينو جروب، يمين ولا شمال، دي ولا ال. فحرف الدي كابتل والال كابتل دول ما لهمش دعوه خالص باتجاه دوران ايه الضوء. في عندنا حاجه مهمه قوي، طب نظريا يا دكتور لو انت عندك مركبات نشيطه ضوئيا تقدر تعرف تميز ما بينهم على الورق؟ على الورق، على الورق اقدر اميز ما بينهم. اه في قاعده، قاعده تسميه، يعني مش احنا كنا زمان بنقول قواعد التسميه الايوباك والعلميه وده اطول سلسله ورقم منين؟ لا، هنا برضو في قواعد بنعرف نفرق بيها ما بين المركبين النشطين ضوئيا. في حاجه بيسموها كوهين انجولد رول، دي اللي بتعرفني المركب، بتفرق ما بين المركبين الانانشومرز اللي هم صوره مرايه لبعض. هنفرق ما بين الاثنين وندي واحد رمز ار والتاني رمز اس، واحد R والتاني S، مركب R ومركب S. هتقولي يا دكتور مين مركب R؟ يعني ممكن يكون واحد منهم بيحرف يمين والتاني بيحرف شمال، العملي هو اللي يقولي. إنما أنا على الورق، أنا على الورق لو جبتلي مركب مرسوم أقدر أحدد لك إذا كان ده R ولا S، أقدر أحدد إذا كان ده R ولا S، إذا كان هيحرف الضوء مع اتجاه عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة. فمش بالضرورة تروح تجيب لي تجربة وتعمل محلول وتعدي ضوء وترجع تقول لي اه هيروح يمين ولا شمال، لا لا، ممكن على الورق نعرفها على طول. القاعدة بتقول ايه؟ خدوا بالكم، هي قاعدة، هو نقطتين بس النقطتين دول يتنفذوا صح، ومثال سهل قوي ركزوا معايا فيه لانه مهم قوي. في قاعدتين الراجل ايه كوهين انجولد رول دي محطوطة عشان نميز ما بين المركبين اللي هم صورة مراية لبعض، اللي هم هيغيروا اتجاه الضوء عكس بعض. أول قاعدة بتقول إيه؟ بتقول حط الجروبس والأتومز اللي هم حوالين الكربونة الكايرال، المجموعات الأربعة المختلفين دول مالهم يا دكتور؟ أول قاعدة بتقول رتبهم، رتبهم بإيه؟ حسب إيه؟ حسب الأتوميك نمبر، حسب العدد الذري. أكبر واحد في العدد الذري ياخد رقم واحد، وأكيد أقل واحد خالص يبقى رقم أربعة. مش هما أربع مجموعات؟ هنرتبهم وندي رقم لكل إيه؟ لكل مجموعة، والرقم دوت يمثل إيه؟ العدد الذري. العدد الذري يعني، استنى يا دكتور، وإحنا هنحفظ الأعداد الذرية بتاعت الجدول؟ لأ، أنا برضو هديكوا العناصر، هقول لكم الكلور بخمسة وتلاتين ونص، الهيدروجين بواحد، الكربون باتناشر، والناحية التانية هنا فيها كربون باتناشر. هتقولي استنى يا دكتور انت ليه ما بتقولش المجموعة كلها على بعض، هو احنا هنجمع ولا لا 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 خالص، احنا برضو زي ما خدنا من شوية في الزد والإي لما كنا بنقارن المجموعات، هنا برضو هنقارن اتوم باي اتوم. يعني احنا بنقارن اول اتوم من كل مجموعه، اول ذره من كل مجموعه، ونشوف مين اكبر واحده. يعني لما تيجوا تقارنوا كده الكلور ولا الاتش ولا السي ولا السي، شوفوا المقارنه ماشيه ازاي. اول مقارنه قالت ايه؟ الكلور الكلور ب 17، العدد الذري بقى مش الكتله، العدد الذري 17، والهيدروجين بواحد، والكربون 12، هم دول المجموعات اللي عندي. طب هنا يا دكتور الكلور اكبر واحد في العدد الذري 17، يبقى ياخد رقم واحد.
ياخد رقم واحد. والهيدروجين اقل واحد ده واحد بس، العدد الذري بتاعه واحد، يبقى ياخد رقم اربعة. والكربونتين التانيين يعملوا لهم مقارنة زيادة بقى، خطوة تانية بقى. يعني انا ما بقارنش كله مرة واحدة، لا لا، لو في اتنين شبه بعض ابتدي اروح مقارنة تانية. واضح قوي طبعا عشان ما دخلكوش في التفاصيل زيادة، بس انا شايف ان دي كربون، المجموعة اللي فوق فيها كربونة والمجموعة اللي على الجنب دي فيها كربونة، بس اكيد اللي فيها كربون اكتر يبقى هي دي اللي هيكون العدد الذري بتاعها اكبر. فالكربونة اللي فوق عشان وراها كربونة لسه، يبقى هي اللي هتاخد رقم اتنين. بس خدوا بالكوا، حتى لو كانت السلسلة دي فيها كربون كتير قوي برضو لا يزال الكلور رقم واحد، لان المقارنة باول اتوم هي اللي قالت من الاول كلور اعلى حاجة، بصرف النظر عن العناصر اللي ايه المجموعات الاخرى. انما لو في مجموعتين شبه بعض ابتدي بقى اروح اقارن بقى اللي وراها، اقارن لو في هنا فيها شكلها حتى اكبر حتى في الحجم، خلاص يبقى دي تاخد الرقم الاعلى اتنين، واللي هي كربونة وراها اتش بس دي تاخد رقم تلاتة. القاعدة الاولى بتقول نحط ارقام للمجموعات. حلو يا دكتور، حطينا ارقام من واحد لاربعة، مين اقل واحدة؟ اللي هي الهيدروجين، والهيدروجين خد رقم اربعة. القاعدة التانية بتقول اقل مجموعة في الاولوية اللي هي رقم اربعة، اللي هي رقم اربعة لابد ان توضع في الخلف، يعني في الرابطة اللي ورا، لازم تبقى هي في اللي منقطة، يعني لازم رقم اربعة ترجع ورا، القاعدة بتقول كده. طب يا دكتور استنى، ما انا لو غيرت اتجاه المجموعة وخليتها ترجع ورا وجبت اللي ورا قدام، يبقى انا كده غيرت اتجاهات الجزئين. ازاي يا عم كوهين وانجولد دوت؟ الرول بتقول ايه؟ الرول بتقول ان رقم اربعة لازم ترجع ورا، لازم تبقى ورا، شايفين اهو. عشان كده الراجل عمل سويتش، عمل سويتش يعني بدل كربونة رقم اربعة مع رقم تلاتة، فعلا رقم تلاتة طلعت قدام ورقم اربعة رجعت ورا. بس الراجل قال لي ايه؟ خد بالك، لو انت اضطريت تعمل سويتش يبقى لازم تعمل سويتش الاولاني عشان تخلي رقم اربعة ورا، وسويتش التاني عشان ترجع للمركب الاصلي، عشان يبقى كأنك ما عملتش حاجة. يعني لازم اعمل اتنين سويتش يا دكتور؟ ايوة لازم. لو عملت سويتش واحد هيدي نتيجة غلط، هيدي الايزومر التاني، هيدي المركب التاني. كأني عشان اضيع اللي انا عملته او التغيير اللي انا عملته لازم اعمل سويتشين، تبديلتين. اول تبديلة مهمة ليه؟ عشان ارجع الاربعة ورا. لويس بريورتي ماست بليز ان ذا دوتد بوند، لازم تتحط ورا خالص، بس لازم اعمل اتنين سويتش، اوعى تنسوا. انت قلبت تلاتة مع اربعة عكستهم عشان اربعة ترجع ورا، ماشي. الخطوة لازم تعمل خطوة تانية، لازم تعمل سويتش تاني وتبدل اي مجموعتين، بس ما تغيرش اربعة بقى اللي احنا غيرناها، غير اي مجموعتين. احنا طبعا الاسهل غير بواحد باتنين يا سيدي، خلي واحد فوق والاتنين بقت هي اللي ايه اللي تحت في اليمين كده، يبقى احنا كده عملنا اتنين سويتش. كده بقى خلاص المركب بقت اربعة ورا وعملنا اتنين سويتش. نشوف بقى الدوران، واحد اتنين تلاتة بيلف مع عقارب الساعة ولا عكس عقارب الساعة؟ تقول لي استنى يا دكتور، انا دلوقتي واحد اتنين تلاتة، ما جبتش سيرة اربعة، ما اربعة ورا، احنا رمينا اربعة ورا مش عايزينها، هو الدوران واحد اتنين تلاتة. طب واحد اتنين تلاتة دي بتلف مع عقارب الساعة، انا بتلخبط في عقارب الساعة دكتور. لا مش هنتلخبط، حرف الار احنا وبنرسمه دايما بنرسمه بالايه؟ مع عقارب الساعة كده، احنا وبنعمل الار كأن الراس بتاعت الار دي بالكابيتال كده، كأننا بنلف مع عقارب الساعة. ففعلا ده يسموه ار ايزومر، يسموه الار ايزومر. هتقول يا دكتور طب استنى، انا دلوقتي لو غيرت رقم اربعة زي القاعدة ما بتقول خليتها ورا ونسيت اعمل السويتش التاني، فيها مشكلة؟ ايوة فيها مشكلة، لان اتجاه واحد اتنين تلاتة على الايزومر اللي في النص ده
لو كنا عملنا سويتش واحد ومشينا واحد اتنين تلاتة، كنت ساعتها هتعمل حرف الاس، وده غلط. عشان كده انا بقول سويتش واحد غلط، لازم نعمل اتنين سويتش. طب يا دكتور افرض ان انت جبت لي مثال وكانت رقم اربعة اساسا هي ورا، هل هحتاج اعمل سويتش واحد واتنين؟ لا 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 خالص، خلاص بقى يبقى الراجل، انا بعمل السويتش ده عشان اخلي رقم اربعة ورا، عشان اخليها خلف الايه الجزيء كده، عشان اعرف الدوران بيلف ازاي. فمش هنلجأ للاتنين سويتش لو كانت اربعة اساسا في الرابطة المنقطة اللي ورا دي. انا بجيب لكم شكل مركب واقول لكم ده ار ولا اس، فنعمل الاولويه ونشوف رقم واحد اتنين تلاته اربعه، اعلى عدد ذري ياخد رقم واحد، اقل حاجه خالص ياخد رقم اربعه، حط اربعه ورا بس اعمل سويتش تاني زياده عشان تظبط المركب، عشان يبقى انت بتقيس صح. فده الار. لو حبينا الناس برضو عشان تتاكد زياده، نفس الجزيء اللي ايه العكسي بقى، بصوا كده، لو احنا حبينا ان ايه نعيد عليها تاني يا دكتور، ركزوا معايا بقى الناس اللي مش مركزه، برضو كلور، وهنا سي وهنا سي وهنا اتش، مين اعلى واحد؟ الكلور 17 والكربون 12 والهيدروجين واحد، يبقى اعلى واحد. انا هديكم الارقام دي في الامتحان، يبقى كلور هو اللي رقم واحد يا دكتور. حلو، ورقم اخر واحد اقل واحد اللي هو الهيدروجين، ورقم ده كربون وده كربون، بس اللي فوق عشان عنده كربون اكتر شويه يبقى هو رقم اتنين، ورقم تلاته هي هنا. يا بس استنى يا دكتور، في مشكله. ايه هي؟ ان انا لقيت رقم اربعه مش جايه في الرابطه المنقطه. الراجل قال لي ايه في القاعده التانيه؟ بيقول لي لو عندك رقم اربعه مش في الرابطه المنقطه اعمل اتنين سويتش، اعمل تبديلتين، خلي اربعه ترجع ورا بتبديله وبدل اي اتنين بعد كده. هو الراجل غير هنا تلاته بواحد خلاص، وشوف الدوران اس ولا ار. وزي ما علمتكو اذا كانت الار الدوران فيها مع عقارب الساعه اهو كده، فالاس لما بنيجي نكتب حرف الاس، بص البدايه عكس عقارب الساعه، فعلا البدايه بتاعت حرف الاس بتكون عكس عقارب الساعة. فطالما الدوران واحد اتنين تلات، واحد اتنين تلات، بيلف بيلف عكس عقارب الساعة، يبقى ده اس، يبقى ده اس. هل يا دكتور في الار والاس دول دايما هتجيب لنا المركب وفيه روابط منقطة كده ونودي اربعة ورا ونعمل الاتنين سويتش والكلام ده، ولا ممكن تجيبهولي بالرسمه دي كده؟ ممكن اجيبهولكم بالصوره دي، ممكن الجزيء يترسم كده بحاجه اسمها ويدج دوتد بروجكشن، وممكن يترسم بطريقه الفيشر بروجكشن زي ما احنا قلنا في الاول. افرض ان انا جبت لكم المركب بالصوره دي، تقدروا تعرفوا ار ولا اس؟ هل يا كوهن ان جولد رول تقدروا تعملوا لنا قاعده هي كمان تعرفنا ده ار ولا اس؟ لو جبته زي علامة الزائد كده ينفع، ينفع، ونفس تقريبا نفس الفكرة. بس طب يا دكتور انت في اللي فات كنت بتقول لنا خلوا رقم اربعة تبقى في المنقطة ورا، هنا فين المنقطة يا دكتور؟ مفيش رابطة منقطة خالص، هودي رقم اربعة فين؟ الراجل القاعدة بتقول ايه؟ بتقول هنا بقى رقم اربعة فين مفيش منقطة، يبقى الحل ايه؟ ان رقم اربعة must be in ايه؟ top، لازم تبقى فوق. يعني رقم اربعة لو انا حسبت الارقام لقيت رقم اربعة جاية في الجنب او جاية تحت او جاية في الشمال في اي حتة، يبقى لازم اخليها فوق، لازم اجباري عشان القاعدة تتنفذ. يعني في الرسمة اللي فاتت كنا بنخلي اربعة في الرابطة المنقطة، هنا المرة دي بنخليها فوق. لو جالي المركب في صورة الزائد كده هودي اربعة فوق وانزل الاثنين مكانها، ايوه عشان كده غيرهم مع بعض اهو. ادي اول سويتش، ادي اول سويتش. السويتش الثاني لازم تعمل سويتشين، الراجل علمنا كده، انت كده غيرت الجزيء. طب عشان ما بقاش غيرته يا دكتور اعمل سويتش ثاني، غير اي اثنين، المهم سيب اربعه فوق، اوعى تعمل تبوظ اللي انت عملته. احنا اساسا بنعمل كده عشان نخلي اربعه فوق.
هخلي الواحد والتلاتة يتعكسوا خلاص، وبعدين لف لي بقى واحد اتنين تلات وشوف بقى اس ولا ار. تقول لي استنى يا دكتور، ده كده واحد اتنين اربعة تلاتة، اربعة مش شايفها، اربعة كأنها مش موجودة خالص. انا بشوف الدوران واحد اتنين تلاتة هيبقى اس ولا ار، هو ده اللي يهمني. لو هو انتي كلوكوايز يبقى اس، لو هو مع عقارب الساعة كده ايوه يبقى ده ار. ويبقى انا عندي شكلين ممكن راجل يسألني عليهم في الامتحان، يا اما يجيب لي الشكل بطريقة الويدج دي اللي هي فيها الروابط المجنحة ديت اللي فيها رابطة منقطة، يبقى لازم اخلي اربعة ورا، القاعدة بتقول كده، ولازم تعمل اتنين سويتش، ده الملخص. لو جاب لي الشكل بطريقة الفيشر بروجيكشن اللي هي علامة الزائد، يبقى لازم الاربعة تطلع فوق، تكون فوق. طب هي، طب افرض يا دكتور انت جبت لي مثال وكانت اربعة، انا وبعمل الارقام لقيت اربعة اصلا فوق، خلاص ما تغيرش حاجة، وانت هتغير ايه يعني اذا كانت هي فوق اصلا؟ طب افرض كانت جاية في الجنب، لا يبقى لازم تنقل الاربعة، تبدل سويتش دي يعني بدل، هبدل الاربعة فوق وانزل الاتنين مكانها، وبعدين لازم لازم اجباري اعمل سويتش تاني عشان اضيع تأثير السويتش الاولاني اللي انا عملته. هلاقي واحد فيهم ار والتاني اس، الاتنين صورة مراية لبعض، هلاقي واحد ار والتاني اس. اخر حاجة احنا طبعا بنجيب زي ما قلت لكم من شوية، بنجيب جهاز اسمه بالوروميتر، والبالوروميتر دوت جهاز بيبقى بيطلع الضوء كده ببولارايزر، يعني حاجة بتوحد الاتجاه زي الليزر كده، بيطلع شعاع الضوء بلين بولارايزد لايت يعني موحد الاتجاه، يمر في الأنبوبة اللي فيها المادة بتاعتي النشيطة اللي فيها مركب عنده كايرال كربون. يعني ايه كايرال كربون؟ يعني كربونة ليها اربع مجاميع مختلفة، فهنفاجئ ان الضوء هيتغير لو هو نشيط فعلا، ويتغير يمين يتغير شمال. طيب بيقيسوا حاجة ايه اسمها السبيسيفيك روتيشن. السبيسيفيك روتيشن، السبيسيفيك روتيشن ده اهو ليه قانون. السبيسيفيك روتيشن القانون بتاعه هو عبارة عن ايه؟ هو الروتيشن اللي بيحصل للضوء عن طريق واحد جرام من المادة دايب في واحد سنتيمتر مكعب. يعني انا جايب محلول مدوب واحد جرام في واحد سنتيمتر مكعب او واحد ملي، هي يعني السنتيمتر مكعب هو الملي، ويكون الانبوبة اللي انا هحط فيها المحلول طولها هو عبارة عن واحد ديسيمتر. الواحد ديسيمتر ده اللي هو 10 سنتيمتر، يعني طول السل، طول اللي هي الانبوبة اللي احنا بتبقى من الكوارتز كده، يعني مصنوعة من الكوارتز عشان ما يبقاش ليها تأثير على الضوء، بتكون طول الانبوبة واحد ديسيمتر. والكلام ده بيحصل عن طريق صوديوم لامب، يعني انبوبه من الصوديوم ويف لينس، ما علينا بالقصه دي. المهم ان انا عندي حاجه اسمها السبيسيفيك روتيشن. فالسبيسيفيك روتيشن ده يتقاس ازاي؟ هو عباره عن من القانون ده تعويض مباشر بقى، يعني لو جبت لكم ده ما يصحش بقى. هو السبيسيفيك روتيشن هو عباره عن ايه؟ هو عباره عن الاوبزرفد روتيشن، انا بديه لكم في المساله، واديكم اللينس، لينس طول الانبوبه، ولازم يكون الطول الانبوبه بالواحد ديسيمتر اللي هو 10. يعني انا لو قلت لكم ايه طول الانبوبه 10 سنتيمتر، هتقول لي يا دكتور ما هو واحد ديسيمتر يا دكتور، ما هي يا دكتور، اي طول بالسنتيمتر اقسموه على 10 عشان يطلع بالديسيمتر من الاخر. طب افرض ان انت اديته لنا ديسيمتر على طول، خلاص يبقى عوضه بيه على طول. فال دي هي اللينس طول الانبوبه، والسي هو تركيز المادة اللي هو بالجرام على السنتيمتر المكعب، قد ايه جرام في سنتيمتر مكعب. كلام جميل. ادي مسألة اهي، قبل ما نروح للقانون ده هأجله دلوقتي، بس هنقول المسألة دي واحد ونص جرام من انانشيومر، يعني مركب احد المركبين النشطين، خدنا منه واحد ونص جرام ودوبناه في 150 ملي، يعني 150 سنتيمتر مكعب، هي الملي هو السنتيمتر مكعب. فهو بيقول لي ان التركيز كان يبقى المفروض جرام على سنتيمتر مكعب. فالمفروض عشان تحسبوا القانون وتحسبوا التركيز لازم تقسموا الواحد ونص جرام على الايه، المية وخمسين ملي او 150
سنتيمتر مكعب، فهيطلع لي التركيز السي. انا كده بالتعويض المباشر قسمت الكتلة على الحجم، طلعت الكونسنتريشن. طيب يا دكتور انت عايز تحسب ايه؟ هو بيقول لي كان طول الأنبوبة 10 سنتيمتر يعني 1 ديسيمتر، احنا اتفقنا ان الايه؟ ان ال 10 سنتيمتر هي 1 ديسيمتر. استميت احسب الاوبزيرفد، هو عايز اللي فوق ده. عشان تحسبه اللي فوق ده اللي هو الاوبزيرفد تضربه السبيسيفيك. الراجل قال لي 93 درجة بالموجة، يعني عندي ده وعندي ال وعندي السي، لو ضربته الثلاثة دول في بعض السبيسيفيك روتيشن 93 درجة بالموجة، والال هو عبارة عن الواحد ديسيمتر مش 10 سنتيمتر، اوعى انا بقسم على 10، 10 على 10 فيها الواحد، يبقى هو ده الواحد ديسيمتر، والتركيز اللي هو 100 ايه 1.5 على 150 100، طلعت 1 من 100. لو ضربت دول في بعض هيطلع حاجه اسمها الاوبزيرفد روتيشن، الاوبزيرفد روتيشن اللي متوقع اللي ممكن يطلع من الماده. يعني انا ممكن احسبها قبل ما اعملها، يعني ممكن قبل ما اعمل التجربه احسبها على الورق، فعلا اقدر احسبها على الورق واطلع نتيجه. طب يا دكتور اخر حاجه في المحاضره، ايه هو بقى الانانشيوميريك اكسس؟ الانانشيوميريك اكسس هو عباره عن زيادة انانشيومر عن التاني، مش هما مركبين وصورة مراية البعض، في واحد هيزيد عن التاني بنسبة مئوية. بيحسبوا النسبة المئوية دي ازاي؟ الobserved rotation اللي طلع ده مثلا لو قسمناه على specific rotation وضربناه في 100 يطلع حاجة اسمها enantiomeric excess، ومعناها بالعربي هما شكلين كفتين ايد بس في ايد ازيد من التانية، الزيادة دي هي اللي اسمها enantiomeric excess. الزيادة هي اللي اسمها enantiomeric. فتخيلوا كده لو قلت لكم ايه، لو واحد الزيادة منه عن التاني 20%، واحد ازيد من التاني بنسبة 20%، يبقى كده الاتنين كمياتهم ايه لبعض؟ هتقولي استنى يا دكتور طب اجيبها ازاي بسهولة؟ تخيلوا كده ان هما لو 50% 50% يبقى كده مفيش واحد ازيد من التاني، يبقى الانانشوميريك اكسس صفر، مفيش واحد اكتر من التاني، ده 50 وده 50. طب عشان يبقى واحد اكتر من التاني نسبة 20% يبقى واحد يزيد 10 والتاني ينقص 10، صح ولا لا؟ عشان يبقى المجموع بتاعهم دايما 100%. يعني بدل ما تقول 50 50 ويبقى الفرق صفر، ويبقى الفرق صفر، هيبقى واحد 60 والتاني 40، كده الفرق فعلا 20%، وواحد أصبح 60% والتاني 40%. فالإنانشيوميريك إكسس هنا 20% الفرق، فلما يبقى الإنانشيوميريك إكسس لما يبقى الزيادة 20% يبقى أكيد الاتنين إنانشيومر نسبتهم كام لبعض؟ واحد 60 والتاني 40. طب واحدة شاطرة كده تقول لي لو كان الانانشوميريك اكسس الزيادة في واحد عن التاني 10% بس، واحد اكتر من التاني بنسبة 10%، يبقى انا هفكر كده مع نفسي واقول يا دكتور الفرق 10 ولازم مجموع الرقمين يبقى 100%. قلت لكم ابدأوا من 50-50، لا لو 30-70 الفرق ما بين ال 30 وال 70 كام يا شاذة؟ لا ده فرق 40، انا بقول لك 10% فرق بس. برضو يا شموخ 60 و40 الفرق ما بينهم 20، انا بقول لك 10 بس. لسه ما حدش قال 10-90 كارثة يا دانا، ليه؟ لان الفرق ما بينهم 80، ده 90 وده 10، انا بقول لك فرق 10% بس ما بين الاثنين. ايه الرقمين اللي الفرق ما بينهم 10 ومجموعهم يبقى 100؟ 45 45. لا انت كده عملتيهم الاثنين قد بعض، يبقى ازاي في واحد زيادة عن الثاني؟
الرقمين اللي الفرق بينهم 10 ومجموعهم 100. 50 50 مجموعهم 100، بس الفرق صفر. ها، برافو 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 برافو. 55 ل 45، فعلا كده الرقمين دول الفرق بينهم 10 ومجموعهم 100%، صح؟ يبقى فعلا كده برافو. يبقى مش انا اقول لكم اتركوا ابداوا من 50 50، وكاني زودوا 1 5 ونقصوا 1 5، كده الفرق بقى ايه؟ بقى ال 10 اللي احنا بنتكلم عليها. طب افرض ان انا جبتها لكم مساله ولقيتوا النسبه في الزياده في واحد، يا دكتور احنا هنقعد بقى نخمن في الامتحان ونقعد نفكر. انت اديتني الاوبزرفد روتيشن هو موجب 2 والسبيسيفيك موجب 8، فانا عوضت في القانون لقيت ان في واحد ازيد من الثاني بنسبه 25%. صعبه دي كده، واحد زيادة عن التاني 25%، تعرفوا معناها ايه؟ يعني انا عايز رقمين يبقى الفرق بينهم 25 ويكون مجموعهم 100%. صعبة صعبة لان فيها كسور، صعبة عليكم. بس طب يا دكتور قول لنا حل افضل، ايه الحل الافضل؟ لما اقول لكم الزيادة هي 25%، يعني معنى كده ان في واحد زايد 25%، انما ال 75 الباقيين متوزعين بالتساوي. يعني ال 25 دول موجب، حلو. طب ايه رايك بقى، ايه اخبار ال 75 الباقيين؟ لا، نقسمهم. فلو قسمنا ال 75 على المركبين هيطلع نصيب كل واحد 37.5. ده 37.5 وده 37.5، ده 37.5 وده 37، بس في واحد زائد 25، يبقى ساعتها هجمع نصيب المركب الموجب على ال 25 يطلع كميته بالظبط، طلعت 62.5% من المركب الموجب و 37.5 من المركب السالب. الرقمين دول انا بقول صح ولا لا؟ الرقمين دول لو جمعناهم على بعض هتلاقيهم 100%، والفرق بينهم وبين بعض 25. ما انا فعلا ما انا مزود 25 اهو فعلا يا دكتور، ما انت مزود 25 على واحد منهم، قسمت بالتساوي اهو، انت قسمت بالتساوي 37.5 و7، جبت منين ال 37.5 اللي هم باقي ال 100%؟ مش انت قلت لي ان في واحد زياده 25؟ خلاص سيب ال 25 دول على جنب، انساهم دلوقتي، وقول الباقي اللي هو 75 اقسمه على 2. قسمناه على 2 طلع نصيب الواحد 37.5. هنجمع بقى دي بقى، ده 37.5 وده 37.5، وال 25 اللي احنا ركناهم على جنب الزياده اللي في الواحد منهم، يبقى هجمع 25 على 37.5 يطلع 62.5 المركب اللي اشارته موجبة، لانه في المسألة قايل لي موجب، كل كلامه على الموجب، فالمركب اللي عنده زيادة هو الموجب، يبقى 25 زائد 37.5 يطلع 62.5، والمركب السالب كميته 37.5 فقط. فهمنا؟ تعرفوا يا دكتور، طب بالمثال اللي انت قلته من شوية كأني قلت لكم فرق 10% زيادة، حلو، سيب 10% على جنب، الباقي 90، حط ال 90 دول قسمهم، يبقى 45 45 زي ما عملت علياء، ارجع زود الزياده على واحد من الاثنين، يبقى ده 45. طب الثاني زودنا عليه ال 10 الفرق، يبقى بقى 55. فهمنا المساله دي مهمه، ممكن يتغير الرقم بس طريقه الحساب هي. حد عنده اي سؤال؟ حد عنده أي سؤال؟ تمام، الله يعطيكم العافية. شوف أنا في المحاضرة دي اضطريت إن أنا أخد جزء الأول وأكمل لحد الآخر، رجعنا على الجزء الأولاني وكملنا. ليه؟ لأن الموضوع ده كله متواصل مع بعضه،
الايزومريزم شابتر على بعضه يتذاكر على بعضه. طب يا دكتور مش قادر اذاكره مره واحده، يبقى اذاكر جزء النهارده تاني يوم على طول اكمل والا هنسى. الله يعطيكم العافيه.